مرحبا بفوهة بركان خامد وارتفاعه 2700 متر فوق سطح البحر بمنطقة جنوب شرق المكسيك، ويعرف في تويوكا اعتاد فرق كرة القدم على إقامة مباريات في نهاية كل أسبوع، وهو متواجد من حوالي 70 عام بالمنطقة ويعتبر من أغرب الملاعب بالعالم. لننتقل نشوف كيف عم يكون الطقس. عم تبقى درجات الحرارة على معدلاتها بحوالي 5-8 درجات مئوية، وعم يبقى الجو صيفي شديد الحرارة وصحو بشكل عام مع نسبة رطوبة مرتفعة بالمناطق الساحلية والغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى وسديمة بالمناطق الشرقية الجزيرة وأيضا البادية. أما رياح غربية لشمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبطات نشطة عم تراوح بين 10-15 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تراوح بين 55-85%. أما البحر خفيف ارتفاع الموج وعم تسجل درجة حرارة المي 29 درجة. من تالي طقس العاصمة دمشق اللي عم تكون الأجواء فيها مشمسة وعم تسجل العليا 41 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية، ورح نبدأ مثل العادة جولتنا من المنطقة الجنوبية اللي عم يكون فيها الطقس مشمس وعم تسجل العليا بسويدا 36 درجة، أما بدرعا عم تراوح بين 24-40 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل فيها العليا 34 درجة. الأجواء مكفية مشمسة كمان بالمنطقة الوسطى وعم تتراوح درجات الحرارة بحمص بين 25-38 درجة، أما بحما فعم تسجل العليا 42 درجة. رح ننتقل على المنطقة الساحلية طرطوس واللاذقية وكمان لواء اسكندرون يلي عم تكون الأجواء فيها بين الصحو والغائم جزئيا، وعم تسجل العليا بطرطوس 32 درجة، أما باللاذقية عم تروح بين 24-32 درجة، وعم تسجل العليا بلواء اسكندرون 32 درجة. رح ننتقل على المنطقة الشمالية فعم يكون الطقس فيها مشمس وعم تسجل العليا بحلب 40 درجة، وعم تروح بإدلب بين 23-40 درجة. أخيرا رح نختم جولتنا مثل العادة بالمنطقة الشرقية فعم تكون الأجواء فيها شديدة الحرارة، فعم تسجل العليا برقة 46 درجة والطقس سديمي، وبالحسكة عم تروح بين 28-48 درجة، وعم تسجل العليا بدير الزور 49 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة وبخير.